كل جمعة مظاهرة وكل واحد يحكي على أرقام والبلاد ماشية وتغرق فنحكي من بعد على النقابة نتاع ستيغ اللي قالوا مرة ما عادش نجمو ننتجوا الضوء وراه عن قريب نجمو نخلطوا للسيناريو نتاع لبنان. معناها البلاد قاعدة تغرق وإحنا قاعدين في حرب. عبير في مون بليزير النهضة وجبها في لافونو، رئيس الجمهورية يهبط زاد هو بالثقل نتاعو لافونو كل ما أتيحت الفرصة ولا كل ما أراد باش يثبت لنا أنه شعبيته في صعود. قاعدين نلعبوا الناس هذوما قاعدين يلعبوا ولا فاهمين ولا ما نعرفش عادي اللي ساير هذايا عادي. أكثر منه لعب هو استهتار الحقيقة. أنا أعطيت صفر على خطر ما يعني وليش المظاهرات بقدر ما تعنيني مصداقية مؤسسات الدولة. اليوم شنو اللي عندنا ناس مسؤولين من وزير الوالي الغيرهم يقولون ما لا يفعلون. يعني جي انت في المظاهرة لمنسنة رئيس الجمهورية وتقول ما عادش باش نعطيه على خاطر كان العدد ضئيل حسب اعتبارهم هما، على خاطر تصوروا اني باش تكون جماهير غفيره باش تهبط ما هبطوش، وتجي في مظاهره ضد مشروع رئيس الجمهوريه وتقول راهو عدد ضئيل. دونك انت شنو اللي يصير؟ كيفاش تحبني انا نصدقك كمسؤول؟ كيفاش تحبني نصدقك كوزاره؟ كيفاش تحبني نصدقك كوزاره الداخليه اللي انت تمثل الدوله؟ علاش انت في مظاهره رئيس الجمهوريه ما تعطيش الرقم وفي مظاهره معارضي رئيس الجمهوريه تعطي الرقم وتعطي رقم ضئيل؟ انت قلت في انحاء العالم الكل محمود، صحيح ان الظاهره هذه موجوده وقت تبدا مظاهره معارضه للنظام اللي موجود انذاك، صحيح انه ديما الرقم اللي يعطيوه المتظاهرين المسؤولين على المظاهره يبدا اكبر من الرقم اللي يعطيه الامنيين وتعطيه السلطات الرسميه وقت يبدا تبدا في حركه معارضه للنظام او لقانون او لغيره. انا اليوم عندي اشكال مع المصداقيه. اليوم ما عندناش ثقه في مصداقيه من هم في اعلى هرم السلطه تقريبا. نحكيوا على وزير الداخليه نحكيوا على ويقول ويجا ونحلوا لافونيو كذا ونسكروها على كذا ونعطيوا رخصه لهذا وما نعطيوش رخصه لهذا. دونك اليوم ما نصدقكش على خاطر انا مقتنعه انا وغيري اللي انت راك تخدم في نظام معين، تخدم في مشروع رئيس الجمهوريه وماكش وزير على كافه التونسيين وماكش والي على العاصمه الكل وتخدم بسياسه المكيالين وما عادش كل تنجم تحكي اي حكايه. مانيش باش نصدقك.